التعليق حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الاكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمد احمد ضوين. اهلا بكم للاستوديو الرافدين. دكتور، ما الذي يعني برايك بعد طول انتظار يعني يرد المجلس العسكري على وثيقه قوى الحريه والتغيير عبر مؤتمر صحفي؟ هل كان منطقيا ان ياتي الرد بمؤتمر صحفي؟ مرحبا بك اخي العزيز. اهلا بكم. اولا دعني اعلق على كلمتين في التقرير الذي استمعنا اليه. تفضل. المجلس العسكري لم يختطف الثورة، وإنما هو مشارك أصيل في صناعة هذه الثورة. نعم. وكان حامي الثوار ولجأ إليه الثوار، والآن الممارسات التي يقوم بها المجلس الآن والتي يقول بها بعض قوى التغيير والحرية في السودان بأن المجلس العسكري يريد أن يستأثر السلطة لنفسه، إذا على ماذا تدل أستاذ محمد؟ لم نرى أن المجلس يريد أن يستأثر، وإنما المجلس يريد أن يحكم السودان بمشاركة مدنية مقبولة لدى الشعب السوداني بمشاركة كل الأطراف وكل القوى السياسية في السودان. ورأينا ذلك اليوم، اجتمع مع كل القوى السياسية وعرض عليهم البرنامج وقام بتحليل المقترحات التي تقدمت بها هذه القوة، أكثر من 177 مقترح، أضاف إليها مقترح قوة الحرية والتغيير. الحقيقة المجلس العسكري الآن يمضي بخطى ثابتة وينال تأييد الشعب السوداني في أنه حقيقة يحرص على تسليم السلطة للشعب، وقال جهارة أنه إذا استعصى الأمر مع الأحزاب سيعلن انتخابات مبكرة ويتخلص من هذا الأمر. هذا يشير على أنه يحرص على تسليم هذه السلطة إلى حكومة منتخبة. نعم، ما الذي أثار حفيظة الشارع إذن اليوم مع المؤتمر الصحفي الذي قام به المجلس العسكري؟ الشعب السوداني اصلا انقسم الى قسمين، وهذا بفعل سوء الرشد في التعامل الحزبي مع هذه الحاله. كثير من الشعب السوداني الان يرى ان المجلس العسكري متقدم على قوى الحريه والتغيير باشياء كثيره جدا. انت ترى اخي في مبتدا هذا التفاوض بين الطرفين كان قوى التغيير تتكلم عن النسبه في داخل المجلس السيادي، كان وجه الخلاف كم الذين يمثلون من قوى التغيير في هذا المجلس. فلما وجدوا أن المجلس العسكري لا يريد أغلبية مدنية في المجلس السيادي وإنما يريد مدنية كاملة لمجلس الوزراء ومجلس التشريعي، رجعوا إلى حيلة أخرى وهي وضع مخصصات أو صلاحيات المجلس السيادي، وجعلوا كل الصلاحيات إلى مجلس الوزراء باعتبار أن مجلس الوزراء هم سيكونونه وسيختارون رئيس الوزراء المستقل وغيره، وتكون هذا مقود بالنسبة لهم. فحولوا كل الصلاحيات السيادية، صلاحيات رئيس الجمهورية، إلى مجلس الوزراء من خلال هذه الوثيقة المعدة. وهذا يشير ويكشف حقيقة أن المجلس العسكري يفهم في السياسة أكثر من قوة التغيير، وهو عرى هذه القوة لأنهم يسعون دائما إلى التمكين في السلطة. إذن لقوة التغيير، قوى التغيير يعني برأيك هل قوى التغيير هي خارجة عن ما يريده الشعب السوداني وخارجة عن مطالب الشعب السوداني أستاذ أحمد؟ هي تعبر عن فئة محدودة في الشعب السوداني، بدليل أن اليوم في قاعة الصداقة اجتمع أكثر من 177 حزب، وقوة التغيير كلهم لا يتجاوزوا عشرات الأحزاب. إذا غالب أهل السودان الآن يؤيدون خط المجلس العسكري الذي يسعى جادا لتسليم السلطة إلى مدنيين، ويسعى جادا لانتخابات مبكرة، ويسعى جادا إلى ممارسة ديمقراطية رشيدة. أقصى قوة التغيير التي تتعند في نقاط تحسب عليها خطأ، يعني هي تتعنت في كم أنا يعني أشارك في الحكم، ما هي صلاحياتي، يحاول أن يتحصل على أكبر الصلاحيات. هذا يشير على أن هنالك نية سيئة مبيتة، هي نية التمكين لهذه القوة حتى تستأصل كل ما هو يعني خارج أيديولوجيتها، وبالتالي تتمكن من الدولة حتى تأتي الانتخابات بصورة مختلفة وتغير منهج الدولة. هناك ثوابت في الدولة السودانية لا يقبل الشعب. نعم، أنت تحدثت عن حالة يعني نقول أن قوى التغيير تمثل فئة معينة من الشعب، وتحدثت عن أن الشعب السوداني ينقسم إلى قسمين. نعم. يعني إلى أي مدى هذا الانقسام من الممكن أن يرسخ لفئة معينة في السودان تستطيع اليوم التمكن بالحكم؟ يعني قوى التغيير لا تستطيع بما قلته أستاذ أحمد بأن لا تستطيع السيطرة على السلطة أو التمكن من السلطة، ولكن في نفس الوقت المجلس العسكري ألا يتمكن بالسلطة بهذا الانقسام؟ الواضح أن الأحزاب كلها، قوى التغيير أو الأحزاب الأخرى،
ليس لها رشد سياسي ولا تستطيع أن تدير هذه المرحلة، كلها صراعات ومنازعات، ولا يقبل الأحزاب الأخرى لا تقبل بقوة تغيير حاكمة، وقوة تغيير لا تقبل بالأحزاب الأخرى حاكمة. لهذا أكثر المراقبين الآن يذهبون إلى اتجاه إلغاء دور الأحزاب في هذه المرحلة، ويقوم المجلس العسكري بالتعاون مع المعتصمين، المعتصمون يسقطون كل الأحزاب التي ينتمون إليها ويتعاونون مع المجلس العسكري كفئات كنقابات كشباب مستقلين في الميدان. المجلس العسكري يتلاحم معهم مباشرة لمعالجة هذه الإشكالات وتكوين حكومة كفاءات مستقلة، ويعلنون جدول الانتخابات بعيدا عن الأحزاب. الأحزاب هذه لا تأتي في هذه المرحلة، وإنما تأتي في الانتخابات، والشعب يختار من يريد من هذه الأحزاب كلها المتصارعة. هل المجلس العسكري يرى الطريق مسدود مع الأحزاب؟ الآن كل الطرق تؤدي إلى حالتين، إما حل الأحزاب وإما انتخابات مبكرة حقيقة يعني. نعم الأستاذ الأستاذ أحمد محمد ضوينة الأكاديمي والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.